رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه هي الحلقة 29 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. هذه الدورة التي عرضنا فيها لمقدمات في الزواج، عن حكم الزواج، وعن دعوة الإسلام إلى الزواج، وعن التأهيل النفسي للمتزوجين، وعن دوافع الزواج، ومررنا إلى اختيار الزوج والزوجة، ثم إلى الخطبة، ثم العقد، ثم العرس، والفترة بين العقد والعرس، ثم دخلنا إلى بيت الزوجين وتحدثنا عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة، ثم ماذا يريد الرجل من زوجته وماذا تريد الزوجة من زوجها، وتحدثنا في ميزانية الأسرة وفي نقاط عن حل الاختلافات العائلية، ووصلنا قبل حلقتين إلى حديث عن الطلاق، وها نحن نتابع الحديث عن هذا الأمر الدقيق والمهم والخطير. ولا ينبغي على شاب ولا على فتاة يذهبان نحو الزواج إلا وهما يعلمان الطلاق وأحكامه. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول إبليس: نعم أنت، فيلتزمه، يعني يقبله. لعل أعظم فتنة، لعل أكبر مصيبة، لعل أشد عمل يستطيع إبليس أن يعمله في بني آدم، لعله أن يكون في الفراق، في الطلاق، في كسر هذا العقد الذي أقامه الله تعالى بين هذين الزوجين، فرق بينهما الشيطان. اعلم يا أيها الأخو أنك إن طلقت فقد فتحت بابا للشيطان عليك. اعلمي يا أيتها الأخت أنك إن طلبت طلاقا فقد فتحت بابا للشيطان عليك. ربنا يحب الوفاق ولا يحب الطلاق، وربنا يريد إعمار هذا الكون. أرجوكم يا أيها الإخوة الشباب، ونرجو كنا يا أيتها الفتيات، والله ما صنعت هذه الدورة إلا لتخفيف هذه الحالات الكثيرة التي نسمع بها يوما بعد يوم. لا يمر أسبوع بل لا تمر أيام أحيانا على عدد كبير من الشيوخ، من الصالحين، من القضاة الشرعيين، من المفتين، إلا ويأتيهم رجل شاب يريد أن يطلق، تبكي العين ويحزن الفؤاد ويتفطر القلب لأجل بيوت تهدم في دورنا، في حينا، في بلدنا، في مدينتنا، في عالمنا الإسلامي، في هذه الكرة الأرضية. إنها تحترق بالطلاق، بالفراق، بالخصام. لن يصلح هذه الكرة الأرضية إلا أن نتبع أوامر السماء. يا شباب، إذا ابتعدتم عن أوامر الله فقد ابتعدتم عن رضاه، وقد ابتعدتم عن السعادة في الدنيا والآخرة. عندما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعض المفسرين:
معناها إلا ليسعدوا بعبادتي. إذا أنت اتقيت الله سعدت في نفسك ومع أهل بيتك وفي مجتمعك، وإذا أنت عصيت الله فقد أصابتك التعاسة في نفسك وفي أسرتك وفي مجتمعك. هذا يوم ثالث نحدثكم فيه عن الطلاق اليوم. وبعد أن تحدثنا عن تعريف الطلاق وعن نصوص وأرقام حول الطلاق وعن ألفاظ الطلاق وعن حكمة ومشروعية الطلاق وعن بعض الأحكام الفقهية في الطلاق وعن ألفاظ الطلاق، اليوم سنتحدث كيف الطلاق الشرعي. من أراد أن يطلق فعليه أن يلتزم طريق الشرع. أتذكر أنك تزوجت وفق الشرع؟ إذن إذا قررت أن تطلق فليكن طريقك وفق الشرع. أتذكرين أنك تزوجت وفق الشرع؟ إذن ليكن الطلاق أيضا وفق الشرع. نحن المسلمين لا نستطيع أن نغادر شرعنا. نحن المسلمين ما عندنا شرع يطبق في المساجد ثم في البيوت نطبق أمرا بحسب الأغاني التي تأتينا من الشرق والغرب. نحن المسلمين حيثما التفتنا وحيثما قمنا وحيثما قعدنا نلتزم أوامر ربنا. كيف الطلاق الشرعي؟ احفظوا هذه الكلمات الأربعة يا شباب. كل من أراد أن يطلق فعليه أن يطلق وفق الشريعة بأمور أربعة. الأمر الأول أن يكون الطلاق لسبب معتبر شرعي ولحاجة ملحة، عندها يكون الشرع راضيا عليك. يعني من الممكن أن يكون طلاق إذا استحالت الحياة الزوجية، إذا حصل خصام ولم يمكن بأي طريقة من طرق السلمية أن يحل هذا الخصام، إذا كانت هناك قضية في الزوج مثلا لا ينجب أطفالا والمرأة مغرمة بالأطفال وتحب الأطفال وتريد أطفالا وتكاد أن تموت بدون أطفال وهي تريد زوجا ينجب، فعند هذه الحالة الدراسة الاجتماعية والاستشارات تقول لهذا الزوج طلقها، عسى الله أن يرسل لها زوجا ينجب فهي متعلقة بالأطفال. هناك حاجة ملحة، هناك ضرورة كبيرة لهذا الطلاق. الشرط الأول إذا أردت أن تطلق لابد أن يكون الطلاق بسبب معتبر شرعا. أما أن تطلق لأن الطعام كان مالحا، أما أن تطلق لأنها خرجت بدون إذنك من البيت اليوم، أما أن تطلق لأنك جئت متعبا ولم تجد مكان استراحتك مهيئا، فما هذا الذي أمر به الشرع؟ أما أن تطلب الطلاق لأن مصروف زوجك قد قل، أما أن تطلب الطلاق لأنك تشعرين بتعب ما كنت تشعرينه في بيت أهلك، أما أن تطلب الطلاق لأن زوجك يدقق عليك في خروجك ودخولك إلى البيت، ما بهذا أمر الشرع؟ إذا أردت أن تطلق طلاقا شرعيا فعليك أن تلتزم أمورا أربعة. الأمر الأول أن يكون الطلاق بسبب معتبر شرعا. الأمر الثاني أن لا تكون زوجتك حائضا، يحرم الطلاق والمرأة في الدورة الشهرية. من أراد أن يطلق ينبغي أن تكون المرأة بغير الدورة الشهرية. الطلاق في الدورة الشهرية حرام. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال عمر لا أرضى حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله وقال مره فليراجعها. لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض. كيف طلق ابن عمر وزوجته حائض؟ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوج ينبغي أن ينتظر إذا كانت زوجته في الدورة الشهرية فلا يطلقها وهي في هذه الدورة، وينتظر حتى تنتهي الدورة. لماذا؟ المرأة كما تعلمون في الدورة الشهرية لا يجامعها زوجها، هذا من جهة، فلعله يغضب منها سريعا فيطلقها، يقول ما دامت أصلا أنا لا أقربها بلاش هذه المرأة. الشرع قال لا، لابد أن تنتظر حتى تنتهي الدورة الشهرية. ثم كثير من الخلافات تقع بسبب توتر آني. إذا قلنا للزوج انتظر خمسة أيام، بعد خمسة أيام سيفكر في الأمر وسيروق الحال، يقول يا أخي لماذا أطلق؟ الشرع قال له انتظر، إذا كانت في الدورة لا تطلقها. رقم ثلاثة، المرأة في الدورة الشهرية
تكون الإفرازات في داخل جسمها مضطربة، يؤدي إلى اضطراب في عاطفتها. ربما قالت كلمة وهي في الدورة الشهرية لا تريدها، ربما هي مارة في حالة نفسية معينة ليست من طبيعتها، فلا تطلقها في مثل هذه الحالة الاستثنائية. يحرم الطلاق في الدورة الشهرية، وإن كان يقع، يعني من طلق زوجته وهي في الدورة الشهرية وهي حائض طلاقه واقع، لكنه آثم وسيحاسبه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء بعد طلق أو إن شاء أمسك. إذن لا يجوز لك أن تطلق زوجتك وهي في الدورة الشهرية. الشرط الثالث: الأول أن يكون لحاجة معتبرة، والثاني أن لا تكون حائضا، والثالث أن تكون في طهر لم تجامعها فيه. إذا كانت زوجتك طاهرا وكنت قد جامعتها في هذا الطهر لا يجوز لك أن تطلقها. ستصبر حتى ينتهي هذا الطهر ويأتي فترة الحيض ثم يبدأ طهر جديد، هناك إذا أردت أن تطلقها طلقها. الطهر الذي جامعتها فيه لا يجوز لك أن تطلقها فيه. لماذا؟ أيضا لأن الزوج إذا كان قد جامع زوجته في هذا الطهر لعله يستغني عنها الآن ويقول أنا لا أريدها، فإذا أخره الشرع إلى طهر لم يجامعها فيه وجد بأن الوقت طويل، وإن غابت عنه هذه الزوجة التي يريدها ويبحث عنها ويحن إليها. لذلك ترى كثيرا من الرجال إذا قلنا له اصبر هذه الأيام العشرة أو العشرين أو الثلاثين، بعد 20 يوما أو 10 أيام وربما بعد 5 أيام وربما بعد 5 ساعات يقول: يا أخي أنا أصلا لا أريد الطلاق. إذن من أراد أن يطلق طلاقا شرعيا فإنه يطلق بشروط 4. الشرط الأول أن يكون لحاجة معتبرة شرعا وملحة، والشرط الثاني أن لا تكون المرأة حائضا، والشرط الثالث أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، والشرط الرابع والأخير أن يطلقها مرة يقول هي طالق. من قال لزوجته هي طالق بالتلاتة آثم، عصى ربه وقد حلت عليه عقوبة من الله وخالف شرع الله تعالى. من قال لزوجته هي طالق 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 فقد عصى ربه وربه سيحاسبه. من قال لزوجته هي طالق 1000 تطليقة أو 100 تطليقة والله إن الله تعالى سيحاسبه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مرة عن رجل طلق زوجته 3 في جلسة واحدة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ كيف تلعبون بكتاب الله؟ الله قال الطلاق مرتان، أنت تقول الطلاق 3؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال رجل من الجالسين: يا رسول الله ألا أقتله؟ ما رأيك أذهب أقطع رأسه هذا الذي قال طالق بالثلاثة؟ يا شباب، ليست رجولة أن تقول زوجتك طالق بالثلاثة، أو أن تقول طالق طالق طالق، أو أن تقول طالق 100 مرة. وقد سئل ابن عباس في رجل قال مثل هذا القول، صمت ابن عباس حتى قال الراوي: ظننت أنه سيجد له حلا، فقال: لقد طلقت منك أو بانت منك بالثلاث وعصيت ربك 97، لا أجد لك مخرجا لأنك لم تتقي ربك وبانت منك امرأتك. يا أيها الإخوة، الطلاق الشرعي ما اتصف بهذه 4: لا تلعبوا بكتاب الله، ولا تخالفوا أوامر الله، ولا تبتعدوا عن شرع الله، وإلا فإن سياط الله قريبة، وخف على نفسك من أن يعاقبك لأنك هتكت الحرمة التي بينك وبين الله إذ خالفت أمره عندما طلقت زوجتك وهي حائض، عندما طلقت زوجتك في طهر جامعتها فيه، عندما طلقت زوجتك بغير سبب معتبر شرعا، عندما طلقت زوجتك فقلت طالق بالثلاث. هذه هي شروط الطلاق الشرعي. إذا ذهب أي شرط من هذه الشروط 4 فالطلاق يسميه العلماء بدعي، ليس شرعيا، ليس سنيا، صاحبه آثم، وإن كان الطلاق واقع. من طلق زوجته وهي حائض
يقع طلاقه باتفاق العلماء الأئمة الأربعة. من طلق زوجته في طهر جامعها فيه يقع طلاقه وإن كان آثماً. من قال هي طالق بالتلاتة، الأئمة الأربعة قالوا ذهبت المرأة ولن تعود إليك وبانت منك بينونة كبرى. لماذا قلت ثلاثة في مرة واحدة؟ من ألجأك إلى هذا؟ الأمر جد خطير. أرجوكم، عقد الزواج عقد سماه الله ميثاقا غليظا، فلا تجعلوه رقيقا ضحلا بسوء أعمالنا. نتابع حديثا إن شاء الله تعالى عن آخر ما يتعلق بالطلاق، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية في هذه الحلقة التي نتحدث فيها في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، نتحدث فيها عن الطلاق. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الطلاق الشرعي وخلافه الطلاق البدعي. الآن ما أنواع الطلاق؟ الطلاق له نوعان، طلاق رجعي وطلاق غير رجعي، يسميه العلماء بائن. الطلاق الرجعي هو الذي تستطيع معه أن ترجع زوجتك بدون عقد جديد وبدون مهر جديد وبدون شهود وبدون صيغة من زوجني وزوجتك، ولكن بصيغة إرجاع أخرى نعرض إليها. الطلاق الرجعي ترجع به زوجتك بدون شروط وبدون شهود وبدون عقد ومهر جديد. الطلاق البائن تذهب الزوجة، بعضه يمكن أن ترجع الزوجة لكن تحتاج إلى عقد جديد وإلى مهر جديد وإلى موافقة جديدة، وبعضه لا يمكن أن ترجع زوجتك إلا بعد أن تتزوج غيرك. سنعرض لهذين النوعين. الطلاق الرجعي الذي بإمكانك أن ترجع زوجتك فيه بدون مهر جديد ولا عقد جديد، ذلك إذا طلقت زوجتك المرة الأولى، قلت هي طالق. الآن بعد أن تطلق المرأة يا نساء، ماذا عليها أن تفعل؟ عليها العدة احتراماً لهذه الزوجية، والعدة تكون إما بوضع الحمل إذا كانت حاملاً، وإما بثلاث أقراء، بثلاث دورات شهرية إذا كانت من ذوات الأقراء، وإما بثلاث أشهر إن لم تكن من ذوات الأقراء. الآن وهذا أمر خطير ومهم جداً، أين تقضي المرأة عدتها من الطلاق؟ تقضيها في بيت زوجها. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا تخرجي، إياك أن تخرجي أيتها المرأة إذا طلقك زوجك اليوم مرة واحدة، لا تخرجي من البيت، لا تحملي حقيبتك وتقولي أنا ذاهبة إلى بيت أهلي، الحقني هناك، لا تقولي سأمضي إلى دار أخي. عدتك في الشرع في بيت زوجك، وإذا خرجت منه فقد عصيت الله تعالى. ستبقين العدة كلها ثلاث أشهر تقريبا في بيت هذا الزوج. لماذا؟ لأن علاقة الزوجية ما زالت بينكما. لو قال لك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو بعد شهر أو شهرين، لو قال لك أرجعتك إلى عصمتي، رددتك إلى عصمتي، فأنت عدت إليه بدون عقد جديد وبدون مهر جديد وبدون شهود وبدون إخبار أحد. لكن النساء عندنا إذا طلقها الزوج حملت نفسها كثير منهن ومضت باكية إلى بيت أهلها. الآن خبر أهلك بالأمر. لو أنه بعد أسبوع جاء ليقول أريد أن أردك إلى عصمتي أو رددتك إلى عصمتي، سيقول أبوك: لا لا نريدك. وستقول أمك: لا لا نريد هذا الصهر. الأب عاصي والأم عاصية بهذه الحالة، وأنت عصيت عندما خرجت من بيت زوجك، ولو قال أرجعتك إلى عصمتي فستعودين إليه، ما زالت علاقة الزوجية بينكما. لا تستخففن أيتها النساء بالعلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية خطيرة، تهلك الكرة الأرضية إذا دمر الزواج. لذلك في الإسلام تضييق شديد في شأن الطلاق. إذا طلقك في المرة الأولى خلال عدتك، هذا طلاق رجعي، يستطيع أن يرجعك. لو قال أرجعتك
خلاص أنت صرت زوجة، وهذه طلقة. لو طلق طلقة ثانية بعد سنة أو سنتين كمان وأنت في العدة يستطيع أن يرجعك، هذا اسمه الطلاق الرجعي. الآن الطلاق البائن غير الرجعي، لو طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة فهي بائن، لا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود جدد كأنه خاطب، لكن بعد أن ينكحها زوج غيره، يتزوجها زوج آخر، فإذا طلقها هذا الآخر وانتهت عدتها منه الآن يخطبها الأول، فإذا رضيت به عادت إليه. هذا بائن بينونة كبرى يسمى، وهناك بائن بينونة صغرى. البينونة الصغرى لو طلق رجل زوجته ومضت أشهر العدة الثلاثة تقريبا وما راجعها، الآن هي ستذهب إلى بيت أهلها. لو خطر له بعد سنة أو بعد أشهر ستة أن يرجعها، كيف يرجعها؟ يذهب خاطبا جديدا إلى أهلها، يقول ممكن أتزوج ابنتكم؟ يسألونها، إن رضيت قالت نعم أعود، ستعود إليه لكن بمهر جديد وبعقد جديد، سيقول زوجني ابنتك ويقول زوجتك وما إلى ذلك. أو لو أن شابا كتب عقدا على فتاة ولم يدخل بها، وبعد يومين أو ثلاثة أو جمعتين أو ثلاثة أو شهرين أو ثلاثة وقبل الدخول طلقها، هذه بائن خلاص ليست له رجعة إليها حتى يخطبها مرة أخرى وتوافق عليه. هذه لمحات أيها الإخوة شرعية في موضوع أنواع الطلاق الرجعي، والبائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. الآن قبل الأخير في حديثنا، ماذا عن الطلاق المعلق؟ الطلاق المعلق لو قال رجل لزوجته إذا خرجت من الدار فأنت طالق، إذا ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالق، إذا فعلت كذا فأنت طالق، ما الحكم؟ أولا يا أيها الرجل لا تهدد زوجتك بالطلاق بهذه الطريقة، عيب، عيب أن تستخدم الطلاق لأجل تهديد بخروج أو بدخول، بذهاب أو بإياب. وكم أيها الإخوة، والله أصدقكم القول، كم من رجل قال لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت الزوجة هذا الأمر، والحكم أنها الآن تطلق، ثم هو يذهب بعد يوم أو يومين إلى الشيخ ليقول أرجوك كيف أرد هذه الزوجة؟ يا أخي من أجبرك على طلاقها؟ من قال لك هددها بالطلاق؟ وأنتن يا نساء، إذا قال زوجك لك إذا خرجت من الدار أنت طالق لا تخرجي، بعض النساء يقول طيب أنت هددت بالطلاق، أنا لست سائلة سأخرج، لقد عصيت ربك بهذا الخروج. ماذا ستقولين لرب العالمين إذا أوقفك وقال يا أمتي لم كسرت هذا العقد؟ إذا قال إذا فعلت كذا أنت طالق لا تفعلي يا أختي، وليست منك شهامة ولا كرامة ولا رفعة ولا ذكر حسن أن تكسري أمره بهذه الطريقة، بالعكس أنت بطلة إذا التزمت بأمره. وغدا إذا طلقت بالله عليك وبقيت في بيت أهلك، والله جاءتني إلى العيادة سيدتان فاضلتان بلغتا من العمر فوق السبعين، والله لقد بكيت لبكائهما، بكتا إنهما بدون أزواج وقد بلغتا السبعين، قالتا لي إن أخانا هو الذي ينفق علينا لكنه الآن قطع النفقة ونحن من عائلة كريمة، ماذا نفعل؟ وبكت الأولى ثم بكت الثانية، لقد بكيت لبكائهما، أترضين أن تبقي بدون رجل يحميك؟ لما؟ حتى تخرجي عندما قال لك إذا خرجت فأنت طالق؟ هل هذه شجاعة؟ هل هذه بطولة؟ هل هذه كرامة؟ أنت عفيفة نقية نظيفة، لا تفعلي، لا تفعلي. على كل الأحوال الزوج مخطئ عندما يهدد زوجته بالطلاق، والفتاة مخطئة عندما تفعل هذا الأمر الذي منعها عنه وهددها فيه بالطلاق.
لكن ماذا على من قال لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق؟ الحق، إذا فعلت هذه الزوجة هذا الأمر فقد طلقت، يسمونه الطلاق المعلق على شرط، إذا فعل الشرط فقد وقع الطلاق، هذا ما عليه جماهير العلماء. يا أيها الإخوة، ما سمعتموه في هذه الحلقة وفي الحلقة التي سبقت وفي الحلقة التي سبقت من أحكام فقهية وشرعية متعلقة بالطلاق، هذا ما عليه جماهير العلماء. إذا كان هناك حالات استثنائية فليراجع صاحبها أهل الحل والعقد من أهل الصلاح والتقوى والعلم في بلدته ليسأل عن حالته الخاصة. أما ما تكلمنا به في هذه الدورة فهو الأحكام الشاملة والعامة والتي عليها جماهير العلماء. أختم حديثي المؤلم عن الطلاق لكنه مهم جدا بنصائح سريعة حتى لا يقع الطلاق. حتى لا يقع الطلاق لا تتكبر على زوجتك. حتى لا يقع الطلاق افتح أبواب الحوار بينك وبين أهل بيتك. حتى لا يقع الطلاق لا تنقل مشاكل العمل إلى البيت. حتى لا يقع الطلاق عالج مشاكلك مع زوجك بعيداً عن أهلك وأهلها. حتى لا يقع الطلاق لا تستعمل الضرب ولا السب ولا الشتائم. حتى لا يقع الطلاق استشر ثقة بعيداً. حتى لا يقع الطلاق ارفع يديك إلى السماء وقل يا رب إن قلب زوجتي بيدك وإن عقلها بيدك وإن كلها بيدك، أرجوك أصلحها لي. وقولي أنت يا رب هذا زوجي بين يديك، عقله بين يديك وأخلاقه بين يديك وقلبه بين يديك، أرجوك أصلحه لي. ووالله لن يغلق الله بابا دونك ولا دونك إن صدقنا مع الله تعالى. نتمنى لأسركم السعادة والهناء، وألقاكم في الحلقة القادمة وهي الحلقة الأخيرة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم